قصة الجدار الأمني المغربي الذي هزم الجزائر والبوليساريو. رفع الجدار الأمني على امتداد الحدود الشرقية الجار المزعجة الجزائر أسهم الجيش المغربي وعبقرية الهندسة العسكرية. وكان عبر هذه السنوات صمام الأمان من اختراق عصابة البوليساريو بدعم من جنرالات الجزائر للعمق الصحراوي المغربي. فما قصة هذا الجدار الأمني الذي بني على 7 مراحل بأكتاف وسواعد القوات المسلحة الملكية؟ الجدار الأمني الأول. بدأ تنفيذ إنشاء الجدار الأمني الأول بالصحراء المغربية فعليا في شهر غشت 1980، واستند على حواجز طبيعية على امتداد 600 كيلومتر، انطلاقا من منطقة زاغ ليسير في اتجاه الغرب. وكان هدف هذا الجدار حماية المناطق الآهلة بالسكان والمعروفة بالمثلث الاقتصادي سمارة بكرة والعيون من هجمات عصابات البوليساريو. الجدار الأمني الثاني. في 4 ماي 1982 بدأت عملية بناء الجدار الأمني الثاني الذي بلغ طوله 225 كيلومتر. كان الهدف من إقامة الجدار الأمني الثاني فك الحصار عن مدينة بوجدور التي عمدت البوليساريو إلى عزلها عن مدينة العيون. وبعد مرور 42 يوم وبتاريخ 16 يونيو انتهت عملية البناء، تم خلالها إنشاء الساتر ثم حماية الكل بواسطة نطاق من الأسلاك الشائكة. الجدار الأمني الثالث. في ظرف 3 أشهر تم إنشاء وبناء الجدار الأمني الثالث بطول 300 كيلومتر، حيث انطلقت الأشغال يوم 19 جوزمبر 1983 وانتهت يوم فاتح مارس 1984، أي بمعدل 100 كيلومتر في الشهر. وقد امتد الساتر الترابي لجميع تجهيزاته من منطقة أمغالا ومرتفعاتها التي اشتهرت بالموقعة التي أدت إلى أسر 100 جندي جزائري كانوا قد تسللوا إلى الأراضي المسترجعة غادة انسحاب الجيش الإسباني. كما اتجه الجدار بعد ذلك من أمغالا غربا بموازاة الحدود الموريتانية شمال بئر مونغرين. الجدار الأمني الرابع. خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا تم بناء الجدار الأمني الرابع الممتد بين الزاق على مشارف الحمادة ومنطقة فريرنات بالقرب من سمارة، وهكذا أفرغت الساقية الحمراء من عناصر البوليساريو بعد اشتباكات انتحارية فاشلة، وانتهت أعمال البناء مساء يوم 10 ماي 1984. الجدار الأمني الخامس. انطلق بناء الجدار الأمني الخامس من نقطة بعيج على الوركزيز شرق الزاق ليتقدم بمحاذاة الحدود الجزائرية الموريتانية، حيث التقى في البريكة بالجدار الأمني الثالث جاعلا من الحمادة والساقية الحمراء بمنابعها ومرتفعاتها منطقة آمنة مطمئنة. هذا الجدار الخامس استغرق بناؤه من تاريخ 4 جوزمبر 1984 إلى 15 يناير 1985. الجدار الأمني السادس. لتعزيز طرق المواصلات بين الداخل والعيون انطلقت بتاريخ 14 مارس 1985 أشغال بناء الجدار الأمني السادس من نقطة أمغالا باتجاه المحيط الأطلسي عند إمليل جنوب الداخلة. مكن هذا الجدار الأمني من تأمين كل من قلتة زمور ومرتفعاتها التي عرفت صراعا مع البوليساريو عدة مرات، ومنطقة أم دريمكا ومركز بير إنزران، حيث تم تأمين كل من بقع شمال هذه النقط على طول 650 كيلومتر. كما امتد جزء من الجدار بموازاة الحدود الموريتانية لمسافة تفوق 100 كيلومتر، إذ أصبح خليج الدخلة محميا بالكامل بواسطة الجدار من الناحية البرية، في حين أمنت البحرية الملكية والقوات الجوية الجانب البحري من خليج الدخلة. الجدار الأمني السابع. تم بناء هذا الحزام الأمني بعد العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية يوم 13 نوفمبر 2020 لتطهير معبر الجرجرات من عصابات البوليساريو. وبالنظر لقصار طول المعبر فقد أفلحت فرق الهندسة العسكرية المغربية في إنهاء هذا الحزام في لمح البصر، وهو ما مكن من تأمين تام لحركة التنقل بين المغرب وإفريقيا عبر موريتانيا.